السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو لمنسقين إضافة الأيدي في المناطق. بداية نذهب لهذا العنوان، إدخال الاسم ورقم السري. إذا كان في أي خطأ في الرقم السري راح تطلع لنا المسج هذا، نضغط أنه تم نسيان الرقم وراح يرسل رقم جديد للإيميل المسجل. من هنا نقدر نغير اللغة، وإذا حابين نغير الباسورد من بروفايل. صفحة الهوم راح تعمل أز أتراكر للبرنامج. من هنا اليوزرز عشان نضيف داتا كوليكتر. الداتا كوليكتر هو الشخص المسؤول عن تهيئة الهاند هايجين فورم، لذلك ممكن لكل مستشفى يكون لها داتا كوليكتر واحد أو أكثر. فالأكاونت اللي احنا نسويه راح يكون شخصي، ما راح يكون الفكرة مننا أن تكون أكاونت لمستشفى. السبب في ذلك انه مثلا اذا صار في اي خطأ او احنا نبغى نتواصل مع الشخص اللي عباه يكون اسهل علينا، فيما لو انتم حطيتوا اكاونت لمستشفى يقدر يستخدمه 3 أو 4 أشخاص يكون صعب علينا التواصل مع الشخص اللي عباه. اذا هنا ندخل اسمه، ندخل ايميل، ندخل باسورد. المنطقة راح تكون باي ديفولت نفس المنطقة، البرامج باي ديفولت نفسها موجودة، الهاند هايجين سيلف اسسمنت ما نغيرها. من هنا نختار المستشفى اللي الشخص هذا يكون يشتغل فيها اللي هو داتا كوليكتر. بعد كذا نضغط سيف. وانس ان سوينا سيف راح تضاف كلها في المين منيو، وراح نلقى كل الداتا كوليكترز اللي اضفناهم هنا. اذا احنا نبغى نبحث بالاسم او بالايميل للشخص هذا راح يطلع لنا هنا على اليمين خيارات، منها edit ومنها delete. الشخص هذا إذا إحنا خلاص ما عندي يشتغل في المستشفى نبغى نسوي delete للحساب فقط تضغطه. إذا تم ضغط delete بالخطأ وتبغى تعيد الأكاونت نفسه ما راح تقدر إلا بالتواصل مع الوزارة. طبعا نفس الشيء إذا الشخص هذا نسى data collector نسى الباسورد، هذه نفس الطريقة، يضغط نسى رقم السري وراح يرسل إيميله المسجل. عندنا هنا الهيلث فاسيليتيز، هذه كل مستشفيات المنطقة. هذه المستشفيات ما هي خاصة فقط بالهاند هايجين، هذه خاصة بجميع البرامج. لذلك حتى لو كانت المستشفيات موجودة لكنها ما تسجل معانا في الهاند هايجين ما فيها أي إشكالية. طبعا أرجو أنكم تتواصلون مع مدراء مكافحة العدوى في منطقتكم على أساس أنكم المعلومات الموجودة هنا تحدثونها، بمعنى انكم مثلا المستشفى هذا انتم تبغون تعديل عليه، الاسم ما راح يتعدل، الاسم ثابت، لكن لازم تحطون ايميلهم، تحطون المنطقه، تحطون التليفون، تحطون اسم السي او اللي هو مدير المستشفى، البيت كاباسيتي والريجن، المنطقه ونوع المستشفى. هذه كلها اشياء انتم لكم الحق انكم تعدلونها. بعد كذا تضغطون سيف. لكن عند الحاجة لإضافة أي مستشفى أو إلغاء أي مستشفى أرجو أنكم تتواصلون معنا. بعدين عندنا البروغرامز. البروغرامز هذه طبعا ما راح تقدر تدخل إلا البرامج اللي خاصة فيك، فلو دخلت أي برنامج ثاني ما راح يسمح لك. الداشبورد هذه نهاية كل شهر لما راح تشيك على مستشفياتك وتشوف الكومبلاينس ريت لها، فقط تدخل على المستشفى اللي انت حاب تشيك عليها. بعد كذا راح توريك الكومبلاينس ريت لهذا الشهر، تبغى تشوفها لشهرين، 3 لسنة، تغيرها من هنا وتحط تضغط فيو. هنا الأرشيف، إذا مثلا أنت حاب البرنامج هذا راح تشوف هنا كل الهاند هايجين فورمز اللي تم تعبئتها، تسوي لها داونلود. في الطريقة هذه راح تأخذها على شكل إكسل فورم. هذا شرح سريع، إن شاء الله يكون كل شيء واضح. وإذا حابين تتواصلون معي في أي وقت you are more than welcome.